يا بعد السلام عليكم. انا بغيت نبلغ تحيات الوحدة ام النمسين عادي يعيب بيت بعمران، ويقول بيت بعمران ما قد سوحلت ولا قد قاطعت وادنون. والله يا ابويا اللي قاطعت وادنون وفت وادنون هي. والله يا ابويا اللي لحقت 56 رقاش، 1000 رقاش محبوسة في الداخل في منزل استعمار اسبانيا. وتقول انت يا الرازل هذا اللي يقول بيت بعمران عدلت بيت بعمران وفعلت بيت بعمران هذا. احنا ما عيبنا قبيله هون في وادنون ولا في الصحراء. ما قد قلنا انت يا قبيله فلان نقول لها كلام شين ولا كلام كذا. وتقول الشيوخ شيوخ بيت بعمران ولا شيوخ الهيبات. ما قد سمعنا يا ابوي ولا قد سمعنا قبيله فرقسنا وتشيخ علينا. احنا شيخنا تبارك الله خلينا التاريخ مكتوب وتقراه التركه في المدارس. ايه وعندنا حتى أمغار سعيد ما خلى بلد ومشي للداخلة ونحبس في الداخلة. وانت يا ولد يا مشي تقول ايت بعمران ما قد سوحلت ولا قد قطعت من هون الطنطا الله لفناه. ويت بعمران في اسبانيا، ويت بعمران في فرنسا، ويت بعمران في امريكا تبارك الله يا مولانا. وثلاثين قبيلة واكثر وهينها واحد وتخبط لي أربعة ثانية الرش. راهو ما يقد حد يقول فينا كلمة. وعندنا تاريخنا مكتوب في الجغرافية يقروها الدركة في المدارس. وحيينا احنا دولتنا ورفضنا الرايات ورغنا اسبانيا. احنا ما يقد حد يعيبنا وعندنا تاريخ في المغرب. من عندي تعب الله وردها إلى ساكا الحمد لله. وتري وين وإحنا في وسط وادنون. ما نطالبين حد الوادنون، احنا رانا في وسط وادنون وفي تري وين وفي مساكة وعند ولد بعيطة تبارك الله يا مولانا. احنا ما قد نطلبوا حد يقول لنا انتم ما قد لحقتوا ولا قد تعدلتوا. واحنا ما عيبنا رقيبات، واحنا عرفنا رقيبات القبائل زينة فيها السواعدة وهي في الخلا وفيها ياسر من القبائل وقال وفيها رقيب الصحي ورقيب الشرق وما قد قلنا فيها مكلمة. وانت يا الرازل عيب اثنين، احنا 32 قبيلة ولا 37 قبيلة. وجيت انت تمر فينا وتقول فينا الكلام ما قطعويت بعمران هاك ولا قعدلو. والله ما قد سمعنا لقاك واحنا مانا زوايا ما نرفدو السناح. والله الا الكتاله وفي الجيش اسبانيا وفي الجيش المغرب وفي الجيش فرنسا. ويجي واحد يقول ان انتم قاعد بعمران هادو منين كاذا منين.